طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة الوادي الجديد اللي نجحت في زراعة محصول بنجر السكر بمساحات كبيرة جدا، وده ضمن جهود الدولة للتوسع في الزراعات الاستراتيجية والغير تقليدية، وأيضا توفير الدعم الكامل للزراعات ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع. تم زراعة بنجر السكر بالوادي الجديد على مساحة بلغت 12000 فدان بإنتاجية وصلت ل 50 طن للفدان، ده بجانب ان المحافظه اتعاقدت مع مصنع سكر ابو قرقاص لتوريد الانتاج للمزارعين. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر على الهاتف. معانا الدكتور مجدي المرسي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الوادي الجديد. بعد التحيه يا فندم، يعني بالتاكيد يعني هناك ملامح للموسم الحالي اللي تم فيها زراعه محصول بنجر السكر. خلينا نتعرف على لغه الارقام في هذا الامر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية الغير تقليدية، ودخلت بدأت زراعتها تقريبا من موسم 2017. بدأت تزيد المساحة، كان المساحة أغلب المساحات الكبيرة كانت في مركز الفرافرة، وأيضا تم زراعته بمساحة ما بين 500 ل 600 فدان بالعوينات، وايضا مساحات في مدينه الدخله وبلاط والخارجه، وايضا مركز باريس بيزرع له بتاع حوالي 400 فدان سنويا. يعني الحمد لله بالنسبه لمحصول بنجر السكر، محصول بنجر السكر بيجود زراعته في الاراضي الرمليه، بيتحمل الملوحه المتوسطه. طبعا هو بيعتبر ان هو ما بيحتاجش ميه كتير، الموسم الزراعي بتاعه 6 شهور مقارنة طبعا بمحصول قصب السكر. قصب السكر ده من الأنواع المعمرة، محتاج لمياه كبيرة. فالحمد لله زي ما أنت قلت حضرتك، بيوصل إنتاجه الفدان حوالي من 35 إلى 50 طن. الحمد لله الأسعار في تعاقدات، هو طبعا من المحاصيل الزراعات التعاقدية، المزارع بيقبل عليه نتيجة انه بيتعاقد مصانع الانتاج سكر البنجر، تتعاقد مع المزارعين. طبعا بيتراوح كان حوالي سعر الطن كان حوالي 1500 جنيه وزاد ل 1900 لغاية 2350، وده غير الحافز الإضافي بالنسبة لنسبة السكر. طبعا محصول البنجر نسبة السكر عالية فيه، بتوصل ل 21% بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد. يعني الحمد لله، وطبعا بدأ وزارة الزراعة ومعالي السيد المحافظ بدأنا نتهم بالمحصول البنجر ونضيفه إلى المحاصيل اللي بتتميز بها محافظة الوادي الجديد، وإحنا قلنا في لقاءات قبل كده محاصيل كتيرة بتتزرع على رأسهم طبعا نخيل البلح والبطاطس والقمح وفول السوداني والذرة الشامية بمساحات تتعدى طبعا من 50 إلى 80 ألف فدان. فدخل برضو بنجر السكر في هذا الموضوع في هذه الزراعات، وطبعا بيتزرع في 3 عروات. العروة اللي هي من نهاية يوليو لسبتمبر، ومن سبتمبر لأكتوبر، ومن أكتوبر لنوفمبر. فالحمد لله بنقدر نزرع بعديه محصول المحاصيلنا الطبيعية التي هي التقليدية زي القمح والشعير، فما فيش مشكلة ان احنا ناخده في الفترة اللي هي وبيتحمل طبعا درجات الحرارة، بيتحمل يعني في مميزات كتيرة ان احنا نتوسع في زراعته. حاليا الحمد لله في زيادة، لو احنا بصينا من 2018 موسم 2018 و2019، لا في زيادة، كان 4000 6000 10000 12000 لغاية ما وصلنا ل 12300 فدان. طيب دكتور مجد، خلينا يعني نستغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا لو في اماكن معينه، يعني الاماكن معينه للتوريد اللي ممكن تستقبل منها من المحاصيل طبعا من المزارعين. هو طبعا في تعاقد مباشر، بتيجي المصانع زي مصنع ابو قرقاص طبعا تبع وزاره التموين، وتبع طبعا بتيجي تتعاقد مباشره مع المزارعين، وبيجيب له التقاوي وبيبدا يتابع موضوع الزراعه من بدايه الزراعه البذور الى حتى الحصاد. بيكون اتفاق مسبق.
زراعه تعاقديه. بالمناسبه نجح الزراعه فكره الزراعه التعاقديه فكره ناجحه جدا جدا. المزارع او المستثمر مطمن تماما ان المحصول اللي هيزرعه هيورده وهياخد ثمن المحصول، ودي مهم جدا جدا. وده نجحت في النباتات الطبيه العطريه، نجحت في الذره الشامي، نجحت في فول الصويا، نجحت في عباد الشمس، نجحت في بالاضافه طبعا للمحصول الاستراتيجي الاول اللي هو القمح، ان احنا طبعا سعر التوريد بتاعه ثابت وبيزيد قبل عمليه الحصاد. طيب يعني لما نسمع ان محافظه الوادي الجديد بتنجح في زراعه كميات كبيره وهي محافظه في المقام الاول صحراويه، ده ليه دلالات؟ طبعا اولا الاراضي الرمليه بتبقى اراضي طبعا ما فيش ماده عضويه فيها، من ضمن برضو فوائد زراعه البنجر انه بيحسن من خشونه التربه. بيتحمل نسبه ملوحه التربه، ده مهم جدا. بنتحصل على مواصفات نسبه السكر بتاعته بتبقى زيها زي وادي النيل او في الزراعات فيه اللي تروى على على جانبي النيل. تمام. ففي ميزه في طبعا دي ميزه ان احنا، وبعدين الاراضي الصحراويه شاسعه وعندنا مساحات كبيره من الاراضي، واحنا بندور على المحاصيل الغير تقليديه اللي بتحاول بقدر الامكان تحافظ لي على كميات المي، يعني احتياجاتها المائيه منخفضه. مهم جدا 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 ان احنا نحافظ على كل قطره مياه من هذا الموضوع. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، شكرا لحضرتك يا فندم على كل هذه الايضاحات.